أعلنت أسماء الفائزين بجائزة ولي العهد لأفضل تطبيقات خدمات حكومية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث سلم وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة الجوائز للفائزين. المشاريع اللي تم اختيارها اليوم بهاي النسخة من الجائزة وهي النسخة الثالثة هي مشاريع قابلة للتطبيق وقابلة للاحتضان، وراح تقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باستضافة هذه المشاريع والعمل مع أصحابها على تحويلها من مشاريع لازالت في بداياتها وعلى مستوى الفكرة إلى مشاريع يتم تبنيها من الحكومة وتنفيذها من قبل الجهات المعنية والمؤسسات المعنية داخل الحكومة بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وتأتي هذه الجائزة في دورتها الثالثة بالتعاون بين دولة الإمارات العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وقد حضر من الجانب الإماراتي مدير تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات العربية سالم الشعمي. في كثير من المبادرات اللي طلعت مثل مراكز الخدمات الحكومية، واليوم نشوف تمثيل لأهم واحدة من أهم المبادرات وهي جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية. طبعا اليوم احنا اللي شفناه من تطبيقات تم تقديمها سواء الفائزين أو اللي ما حالفهم الحظ اليوم، ولكن راح يكون في استمرارية لجهودهم وتطبيقاتهم باحتضانهم من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شاهدنا نتائج مبهرة. الفائزون كانوا حاضرين لاستلام جوائزهم عن تطبيقاتهم التي شاركوا بها، فكان بالمركز الأول من نصيب جامعة الأمير حسين التقنية عن تطبيق سياحي. الابليكيشن ببساطة هو تطبيق للسياحة يعمل كدليل سياحي عن طريق تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، الكمبيوتر فيجن والارتفيشل انتليجنس، وايضا الاوغمانتد رياليتي. احنا بنجمع كل هاي التقنيات حتى نخلق روبوت بيساعد في عملية تعريف السائح بالمعالم السياحية المتواجدة عندنا في الأردن. التطبيق كان بالقطاع التعليمي، هو عبارة عن مجتمع جامعي رقمي بيجمع طلاب الجامعات كلياتهم في مكان واحد عن طريق رقمية، وبعد هيك بنجمع مهارات إحنا معينة في الابليكيشن عشان نوصلهم على سوق العمل. هو بيشمل الطالب من أول ما يدخل الجامعة لحد ما يطلع من الجامعة، وبنشركه إحنا حسب المهارات اللي بيطلعها من خلال الابليكيشن عن طريق الـ AI. هذا وقد شارك للتقدم لهذه الجائزة أكثر من 28 جامعة بواقع 140 عمل قدمت للجنة، وقد تأهل 10 أعمال منها وفاز 3 تطبيقات. خالد قبيلات، تلفزيون الأردني، عمان.